إذا تحدثنا عن كلية آداب هنلاحظ إن من ضمن المزايا والعيوب، أولا المزايا لها ميزة نسبية وأفضلية للسيدات عن كلية تجارة. هتلاحظوا إنها تعتبر من الكليات المناسبة أكثر تناسبا من كلية تجارة، فممكن لكثير من السيدات الالتحاق فيها. ثانيا تنوع عدد الأقسام داخلها كاللغات والأقسام الخاصة بالإعلام والحضارة وخلافه والمكتبات، كل هذه الأقسام متنوعة بشكل كبير جدا، وفي بعض الجامعات بتبلغ أقسام آداب فيها 10 أو 12، بينما في كلية التجارة انت قدامك تخصصين او ثلاثة فقط، وبيكون بعد سنة ثالثة او سنة رابعة في اخر سنة. اما على العكس بتكون كلية اداب من اول سنة انت بتختار التخصص فبتكمل فيه، فانت بتدرس حاجة انت فعلا بتحبها ولا تستطيع انها تأثر على مجموعك، زي ما احنا قلنا ان انت تدرس مواد مش المواد اللي انت بتحبها طول ثلاث سنوات فبتأثر على تأثيرك العام. ايضا من ضمن مزايا كلية اداب ان البارعين في الاقسام فيها ممكن انهم يشتغلوا في تدريس وتحقيق نجاح كبير، سواء في الدروس او الجهات الرسمية ممكن حضرتك او حضرتك تشتغلي في التدريس، خاصة في اقسام اللغات وخلافه، ممكن ان كان عندك الملكة وناجح فيها ان تتحقق نجاح فيها كبير. رابعا هنلاحظ ان اقسام اللغة الخاصة به كلية اداب تعتبر من مداخل العمل في المجالات الادارية في الشركات الكبيرة، خاصة خريجين كلية اداب انجليزي مثلا دوما بيبقوا موجود في الـ HR او الموارد البشرية، دايما تلاقيه دايما خريج كلية اداب قسم انجليزي او قسم فرنساوي او خلافه، بتبقى ليهم دايما الافضلية في العمل في المجالات الإدارية. فلو حضرتك أو حضرتك خريج كلية آداب إنجليزي ولديك الرغبة في الدخول في المجال الإداري، فهيكون لديك مساحة واسعة ومقبولة، وأغلبية الشركات بترحب بيك جدا، فإذا لها أفضلية عن خريجين كلية تجارة عن أقسام الإدارة به. أيضا من ضمن المزايا الخاصة في كلية آداب إن في بعض الأقسام فيها بسيطة وسهلة الدراسة وغير معقدة، ويمكن لمن يريد شهادة عليا بدون تقيد الحضور والمذاكرة الضخمة الالتحاق فيها، زي مثلا أقسام مكتبات وثائق ومساحة وخلافه. بعض الأقسام فيها بخلاف أقسام اللغات بتكون أقسام نوعا ما ناعمة وهادئة للغاية، ممكن مثلا لو امرأة متزوجة وبترعى أطفال هي فقط لا تريد العمل ولكن تريد شهادة، شخص لديه أعمال خاصة ولا يريد أن يعمل بهذه الشهادة ولكن فقط يريد أن يقوم بالحصول على شهادة عليا، ممكن أنه يدخل أي قسم من هذه الأقسام، وبتكون أقسام هادئة يمكن أن هو يدخل فيها ويخبي دون أي مذاكرة كبيرة أو ضخمة، بخلاف طبعا كلية التجارة اللي بتطلب فيها مذاكرة كبيرة وتنوع وتعقد المواد من محاسبة لإدارة لإقتصاد لإحصاء وخلافه، فيجب أن يتم ملاحظة ده. أيضا من ضمن المزايا التناسب مع بعض الأقاليم البعيدة والمحافظات التي لا يوجد فيها شركات كبرى أو مؤسسات اقتصادية تقبل خريجين تجارة، فيبقى الأفضل ليك أن أنت تدخل قسم كلية آداب تشتغل مدرس، تشتغل إداري، تشتغل في تربية وتعليم، تشتغل في أي شيء مرتبط بتخصصك ممكن أن هو يناسبك أكثر من العمل في كلية تجارة أو خريج كلية تجارة خاصة في هذه المحافظات البعيدة. إذا تحدثنا حول المزايا لازم أيضا حول العيوب، وتلاحظوا أن من ضمن العيوب أن بعض الأقسام فيها منغلطة على ذاتها وفرص العمل فيها محدود ولا يمكن إيجاد عمل لها بسهولة في التخصص. تلاحظوا أن في بعض الأقسام زي ما احنا قلنا مساحة ووثائق ومكتبات، هتلاحظ أن أغلبية العمل فيها في المكتبات أو في أماكن محدودة وصغيرة للغاية، وأغلبيتها في منافسة ولا يقبل في وجوده بشكل كبير في الأماكن المختلفة، كمان مرتباتها تكون منخفضة للغاية لهذه الأقسام. ثانيا وجود منافسة كلية التربية الشرسة مع أقسام الكلية، اللي حابب أنه يشتغل في التربية والتعليم أو التدريس هيواجه بمنافسة شرسة مع خريجين كلية التربية، فتلاحظ أن الأفضلية بتكون ليهم، بيكون هناك نوع من أنواع المنافسة أيضا ما بين كلية إعلام وأقسام الإعلام وصحافة وتلفزيون في كلية آداب، بتكون الأفضلية لخريجين كلية إعلام عن هؤلاء الخريجين. أيضا من ضمن العيوب أن أقسام اللغات لها صعوبة شديدة وتحتاج لمذاكرة، سواء صعوبة في دخولها بتتطلب متطلبات عالية في اللغة واختبارات وخلافه، في بعض الأقسام تطلب أن أنت تكون خريج مدارس فرنساوي مثلا، خريج مدارس أجنبية، أيضا بتتطلب مذاكرة ومتابعة دورية وانتظام وكتب وملخصات وخلافه ومصروفات، فيجب أن أنت تلاحظ هذا الأمر جيدا قبل اختيارك لهذه الكتب. إذا حدثنا مرة أخرى حول المزايا أو العيوب، لاحظوا أولا في المزايا أنها ليها ميزة نسبية وأفضلية للسيدات عن كلية التجارة لأنها تعتبر من الكليات الهادئة. ثانيا تنوع عدد الأقسام داخلها كاللغات وأقسام الإعلام والمساحة والوثائق وخلافه، فكل شخص ممكن أنه يختار ما يناسبه ويحقق فيه النجاح طوال الأربع سنوات. ثالثا لمن يحب التدريس يمكن أن يتم العمل به وتحقيق نجاح بعد التخرج. رابعا أقسام اللغات تعتبر مدخل للعمل في المجالات الإدارية وخاصة HR أو Human Resources أو إدارة الموارد البشرية في الشركات، بيكون لهم الأفضلية عن خريجين كلية التجارة. أيضا بعض الأقسام بها بسيطة وسهلة الدراسة وغير معقدة، ويمكن لمن يريد شهادة عليا بشكل سريع وبدون تعقيد
أن يلتحق بها لأنها لا تتطلب مذكرة ضخمة. أيضا من ضمن المزايا تناسبها مع بعض الأقاليم البعيدة والمحافظات التي لا يوجد فيها شركات كبرى أو مؤسسات حيث يمكن العمل بالتدريس فيها هناك. لكن أيضا إذا تحدثنا حول العيوب فهتلاحظوا أن من ضمن العيوب أن بعض الأقسام منغلقة على ذاتها وفرص عملها محدودة ولا يمكن إيجاد عمل لها بسهولة في التخصص. أيضا وجود منافسة لكلية التربية الشرسة مع أقسام الكلية الخاصة بالتدريس، وكذلك منافسة كلية إعلام لأقسام إعلام وصحافة وتلفزيون في كلية آداب. أيضا هتلاحظوا أن أقسام اللغات بها صعوبة في الدخول وبتحتاج مذاكرة ومتابعة دورية وانتظام شديد علشان تنجح فيها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن تستغفرك أتوب إليك. لا تنسوا الاشتراك في القناة، ولا تنسوا في حالة وجود أي استفسارات يشرفنا الرد عليها في التعليقات أو على الصفحة الرسمية مصطفى عطية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.